حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن قانون النفط والغاز يواجه صعوبات كثيرة نتيجة خلاف سياسي ومالي. وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي إنما يعيق التشريع لا يقتصر على المشكلات السياسية إنما على المالية أيضا وبعض المبالغ المتراكمة. ومن جانبه أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أنه لا نتائج إيجابية في حسم ملف قانون النفط والغاز. برر البنك المركزي إصدار فئة جديدة من العملة العراقية بنتيجة تطور عمليات تزييف العملة ومحاولة لمواجهة استشراء الفساد. وأشار البنك المركزي إلى أن إصدار الفئة الجديدة هو إجراء لتعديل هيكل الأوراق النقدية وإدخال فئة وسيطة تسهل المعاملات اليومية ولتقليل الإصدارات القديمة لفئات العملة في التداول واعتماد مواصفات أمنية حديثة في تصميم الفئة الجديدة للحد من عمليات التزييف على حد تعبيره. انتقدت اللجنة المالية النيابية تأخر وصول مشروع قانون موازنة عام 2023 إلى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إنه كان من المفترض أن يتم إرسال قانون الموازنة قبل عطلة مجلس النواب ليتم إقراره بأسرع وقت ممكن، إلا أن ديوان الرقابة المالية متأخر حيث تم الانتهاء من حسابات عام 2016 ولا بد من وجود حسابات ختامية. ويرى المختصون أن تأخر إقرار الموازنة يؤثر بشكل كبير على المشاريع المعطلة بالأساس ويجمد تعيين الخريجين المطالبين بالتعيين. قالت اللجنة المالية النيابية إن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية يعود إلى اعتماد الحكومات المتعاقبة على الاستيراد بشكل كبير، ما جعل البلاد عرضة للتأثيرات الخارجية. هذا وشددت اللجنة على ضرورة إعادة تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة المحلية المعطلة واستثمار الموارد الموجودة داخل العراق للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وللتقليل من التأثير العالي على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للعراقيين. حل العراق في المرتبة الخامسة في استيراد السلع والبضائع التركية. وبحسب معطيات مجلس المصدرين في تركيا، تعد ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين للبلاد لتصبح الدولة الأكثر استيراداً من تركيا، فيما حل العراق في المرتبة الخامسة. وسجلت الصادرات التركية زيادة بنحو 7% في عام 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 ملياراً و910 ملايين دولار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.